سيروا بسم الله. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة. ومن وضع سلاحه فهو آمن. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بدون الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إليك يا أخي السائل، يا من سألتني مستفسرا، ما رأيك بداعش؟ أقول بالنسبة للشعارات التي ترفعها داعش أنها تريد الإسلام، فأقول جميعنا نريد الإسلام، كل الفصائل تريد الإسلام، الشعب السوري كله شعب مسلم وشعب ملتزم بفطرته، ولا نريد لأحد أن يزاود عنه. أما بالنسبة للتطبيق على الأرض فهو الذي نختلف فيه مع داعش. داعش تريد أن تأتي، بل أتت بمشروع يشوه المشروع الإسلامي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن مشروع الأمة قال إنما أنا رحمة مهداة. عندما دخل إلى مكة، مكة التي حاربته، مكة التي طلبت رأسه حيا أو ميتا، مكة التي جعلت في رأسه 100 ناقة عليه السلام، مكة التي حاربته في بدر وحاربته في أحد وألبت عليه القبائل بما فيهم اليهود في الخندق، مكة هذه عندما دخل إليها منتصرا لم يقطع رقاب أحد، لم يذبح حتى طيرا بيده عليه الصلاة والسلام، وإنما قال وإنما دخلها متعطيا رأسه وهكذا متواضعا. ولما وصل إلى المسجد الحرام خاطب أهلها، وكان قد أعطاهم الأمانة مسبقا، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيته أغلق عليه بابه فهو آمن، وأعطى الأوامر لقادة جنده ألا يقاتلوا إلا إن قتلوا. وعندما دخلها منتصرا قال لأهل مكة، هؤلاء الذين لم يتركوا وسيلة تعذيب وإرهاب ومحاربة وقتل وخنق لهذا الدين، حتى اجتمعوا 40 شابا في ليلة هجرته ليوزع دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل. بعد كل هذا يسألهم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن المشروع الإسلامي هو مشروع رحمة، مشروع حضاري قائم على الرحمة، مشروع حضاري لا يعتمد على ذبح الآخر وإقصاء الآخر حتى ولو كان كتابيا. أيا كان، نحن دخلنا بلادا ويعني تركنا النصرانية فيها، وهذا من مناقبنا، دخلنا يوغوسلافيا، دخلنا بلغراد، دخلنا رومانيا، دخلنا اليونان. فهذا الفكر الذي يرى أن المخالف يقتل ويذبح وأن يتقرب إلى الله بذبحه، ثم يذبحون من؟ يذبحون من قاتل نظام الكفر والإلحاد والطغيان والأمجية، الذي نزع الحجاب عن رؤوس بناتنا، الذي اعتدى على حرائرنا واعتدى على ديننا وإسلامنا وشوه إسلامنا خلال 50 سنة وزج بشبابنا في المعتقلات. يقتلون من جاهد هذا النظام؟ كيف يكون ذلك؟ يقولون كلاما لم نسمعه من قبل، من لم يبايعنا فقد استبحنا دما. كيف يكون هذا؟ كيف يستبيح مسلم إن كان مسلما حقا دم مسلم؟ والله هؤلاء جاءوا بثوب آخر غير ثوب الإسلام، هذا ليس ثوب الإسلام وليس دين الإسلام. دين الإسلام دين الرحمة أيها السادة، هذا هو مشروعنا الإسلامي، مشروع رحمة لا إقصاء فيه لآخر، مشروع حضاري على مرجعية إسلامية لا تحطم الآخر، لا تقصي الآخر. لكن هؤلاء همج، يعني يجعلون الغرب يدمر الإسلام أو يعمل على تدمير الإسلام، والإسلام أكبر من أن يدمر بهمجيتهم. يعطون الذرائع للشرق والغرب لكي يحارب الإسلام، على الأقل يشوهون الإسلام، على الأقل يحاربون من حارب النظام، ولا يحاربون النظام أبدا. لمصلحة من يقاتل المجاهدون وتقاتل الفصائل ويذبح قادتها؟ هؤلاء الذين وضع النظام في رؤوسهم الملايين من الدولارات، لمصلحة من يتم اعتقالهم وذبحهم وتشويههم بهذه الصورة؟ يا أيها السادة، هذا ليس مشروع الإسلام، حتى ولو
وضع عنوان الخلافة. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن الخلافة ستعود، لكن انظروا ماذا قال، لم يقل خلافة الداعشيين ولم يقل خلافة وأطلقها، وإنما قال خلافة الراشدة، راشدة على منهاج النبوة تعم الأرض. نحن نبحث عن الخلافة الراشدة، هذه هي خلافة الرحمة، وهذا ما نبحث عنه. وأقول لهؤلاء الداعشيين، لستم أول تجربة في التاريخ، بل أنتم لستم بدعا من الكلام ولا 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 التنظيمات ولا الرؤية. لقد حدثنا عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصفكم وفي وصف أمثالكم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام عنكم وعن أمثالكم ممن تستبيحون دماء الأمة وتمزقون كلمتها وتضعفون قوتها وتصادرون ثورتها ولمصلحة عدوها تفعلون ذلك. قال فيكم بأنكم كلاب أهل النار. والله وددت لو أنكم كنتم على جادة الصحيحة وعلى الصواب وعلى الطريق الصحيح لما حزننا. وكم كنت في البداية أقول لا تقاتلوا داعش، دعوها لعلهم على خطأ، نريد جمع الكلمة، حتى استبان الموضوع وتبين لنا أنكم صورة للنظام بعنوان إسلامي. أنتم أيها الداعشيون صورة للنظام بعنوان إسلامي، هو يقاتلنا بعنوان علماني وأنتم تقاتلوننا، هو يقاتلنا بعنوان علماني طائفي وأنتم تقاتلوننا بعنوان إسلامي، لكن بعيدا عن الإسلام وعن فهم الإسلام. ليس هذا هو الإسلام أبدا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة الدماء، الدماء أول شيء قبل أن يسأل عن الغيبة أو النميمة أو النميمة أو السرقة أو اغتصاب أموال الناس أو اغتصاب أعراض الناس، وكل هذا من الكبائر وكل هذا لا يجوز قطعا باتفاق، لكن يسأل الإنسان عن الدماء، فكيف يتقربون إلى الله بالدماء وبهذه الطريقة الشريعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن يعني ذبح الشاة أو ذبح الدجاجة، يعني إذا أرد أن نذبح قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا مما أجازه الله. فكيف يتقربون إلى الله بهذه الطريقة ويمثلون ويمسكون الرؤوس؟ شناعة وتنفير من الإسلام وتوبيخ للمشروع الإسلامي. لستم من الإسلام، لستم من مشروعنا الإسلامي، لستم من الرحمة المهداة، لستم من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. عدد الذين قتلوا على كل أيد كل الصحابة وفي كل الغزوات كان عددا محدودا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني نجده يرحم ويبحث عن أي طريقة من أجل أن يحرر الأسرى، وما كان يذبح وبهذه الطريقة التي تتحدثون عنها. أيها السادة، إسلامنا دين الرحمة، هكذا وجدنا خالد بن الوليد، هكذا وجدنا قتيبة بن مسلم الباهلي، هكذا وجدنا في فتح بلاد السند وفي كل الفتوحات. والحديث يعني لا نستطيع أن نحيط به من كل جانب، لكن أقول باختصار إن المشروع الداعشي مشروع آيل إلى الزوال، آيل إلى السقوط، وما قامت للخوارج دولة في تاريخهم، فكيف إذا كانوا خارجيين مع اختراق أمني توظفهم الاستخبارات العالمية وتحركهم، تقدموا إلى هذه الجهة سيطروا على هذه الجهة، مع جهة أخرى استخباراتية نريد أن نسيطر على شريط ما، نريد أن نمزق صف الثورة السورية والجيش الحر والفصائل المجاهدة، لمصلحة من كل هذا؟ مشروعكم ظاهر إلا على من أعمى الله قلبه وأعمى بصره وأعمى بصيرته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إننا نبرأ إليك من هؤلاء وتصرفاتهم ومشروعهم وسياستهم وتدميرهم لثورتنا وتشويهم لمشروعنا الإسلامي يا رب العالمين. نتبرأ إليك من كل هذه التصرفات، من هذا الغلو، من هذا الفساد، من هذا الانحراف الذي توظفه الاستخبارات العالمية ويوظفه الإعلام الفاسد في بلادنا، وكأن داعش هي الإسلام، وكأن
الروابط الإسلامية والهيئات الإسلامية في الداخل والخارج التابعة للمقاتلين والتي لا تعمل في تبعية للمقاتلين، المجلس الإسلامي السوري، كل هؤلاء قالوا كلمتهم في داعش. فكيف تحول داعش وتصور على أنها هي المشروع الإسلامي؟ اللهم إننا نبرأ إليك من هذه التصرفات، من هؤلاء الفاسدين الداعشيين والإعلاميين وكل من يسير بخبث في هذا المشروع الآثم الفاسد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تهدموا بيتنا، لا تغدروا ولا تخونوا، لا تجهزوا على جريح،